بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات أفرتني يكو إلى آيات اللحدة إيا الشان وسورة مريم وركي مريم يويل كيدي عيساها معجزة كل شيء مركي وصابح يويل كي برين نقضي أو هو يدين برين نقطي أحزابت ويس خلافه قال وحيد أهدين والله يمد ذلك مركي دمنا كتغي وأن السورية ذكو الليلة يعقوبية ذوين يعقوبية ذا قال أنا وحيد أهدين وإن إلهي بيد أهدين وأن السورية ذكو واسي قال أنا وحيد أهدين إله وصدح بككو بني هاي يسوى إله الله وين وإله مريم وإله بيد أهدين وأما ذحدي بكواسي أهد مركا صدح بقوله سنة كذب يبغر في قسطنطينها يا شريه إلى دور بقول أو ولاد أشريه بطارقه مرك عضب لوقا وحي لقدين دقلها ومرك أي نسخين الله سبحانه وتعالى وحيد واذكر حس في الكتاب كتاب القرآن كحس إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم الخليل إنه إبراهيم كان وحوها صديقا ثمين بدنه نبيا أولي بالنبي إذ وقت بقى إذ وقت قال سقال أكويل لأبيه أبيه يا أبتي أبي لما تعبد محاد عابدي ما شيء لا يسمع أنكم مغلي نفداد الرواغده ولا يفسر أنكم أركين ولا يغني أنك هاقف لين أنك هاديقين عنك حقاق الشيء عشينا أنك هاديقين قرآن كشيء بقى لنبي إبراهيم خليل الرحمن إبراهيم وكيد ديار بكر دول كان عراق موصل يميلها وكيد نبرو الدبك كورت دي كهي جلودي إني ذاهب إلى ربي فآمن له الرودي قبل ساريه براعي شام بيتغانو ميش حران لإبا مركة وراتغان إبراهيم قصيد إساسي أهي بركة وران عرور ملاحين ميساسا ويل الأغول ألان دونا إبراهيم وحو أها صديق خمين بدانه قول نبي أولي با دعوة دين أبيه بكبل أبو حد أبو محاذو عابد وحان كو مغلينين أو كو أركينين أو وحبو كو ترين حاتك عابد واس أحوال وحان هدا الله هذا شو كو مغلين وهدا دي سورتاك سو كو أركينين حاتك عابد بو رآب أبيه بدعوة ذاك بالله وذكر حسب الكتاب كتاب كإبراهيم كحس إنه إبراهيم كان وفاده صديقا فرمين بضان نبيا أولي بالنبي إذ وقت بي أهد وقت قاسي قال أكولي لأبيه أبيه يا أبتي أبو لما تعبد محاد عابدي ما شيء لا يسمع أن مغلين ولا يفسر أن أركين ولا يغني أن كاديقين عنك حق هذا الشيء أو أحباب كوترين إن يربهاتين يا أبتي أبي إني أنا قد جاءني وحائي من العلم علم حقي ما لم يأتك وحان بك كويمان إفت تبعني إفراع أدك وحان كوهنون سرادا جيد سويا وتوسنه cid aad muhaadiso oo toosan oo khayr ku hesho marka wuxuu u sheegayaa wiilnimadii iyo yaridii uu koobay inuu ahaayna cilmi u kordhay uu sheegayaa oo waxii u yimid uu sheegayaa ila waagii hore wiilkiisii buu ahaa marka cilmiga meel uu ka keenay ma uu yaqaan wuxuu sheegay cilmi baan qaanay abuu raabo marka ninka caalimka uu xogay yaqaan inuu dadka u dacwoodo way oo dadka u sheego yaa abati abo inni aniga qajaani waxa ii yimid من العلم علم حقي ما لم يأتك وحردك وإيمانك إفت تبعني إصارة أهدك وحنك وهنون سرادا جيت سويا وتوصم يا أبتي أبي لا تعبد الشيطان شيطان كعابدون وكأمر خاذن إلا شيطان قفك كأمر قاتوا عابدين إن الشيطان الشيطان كان وحقوء هذا إلا الرحمن الله رحمن عسيا كي عاصيا وعاسب كيهي الله رحمن عاسب كيهي عبادة مركب مدبع عدات كأمر قادته من بعد عابدي عد بن حاتم وحق الدين تنصارى دي وحا يسيبا نبقى ويمد نبقى مركب وحيري وهاد عابدي كرتين بوين علم دينا عابدي كرتين بوين مركب سمانا عابدي كرين وحيري سوى وحي دين حلاليان ما إذا ديالي كرين وحي دين كحرمين ما إذا ها تلك عبادته مركب قفك أد كأمر قادته بابل وأمر قادته كواد عابدي أقو يا أبتي أبي لا تعبد الشيطان الشيطان كعابد هكا أمر قادن إن الشيطان الشيطان كان وفوه للرحمن الله الرحمن عسيا كي عاسيا يا أبتي أبي إني أنا أخاف وحن كاغبقي
أن يمسك إنه كتابته عذاب عذاب من الرحمن كتابته أو فتكون عذابته وليا كيلا صاحبا للشيطان أو نارت الشيطان كالغف أبي هداد شيطان ككهري ويده شيطان أبا صاحب لغو شيطان العذاب أواجب شيطان بعد عذاب لقليبه يا أبتي أبو إني أنا أخافه وحن كأقبقي أن يمسك إنه كتابت عذاب عذاب أو من الرحمن كأهاري أو فتكون عذوها تلي الشيطان شيطان كولي كيو صاحبة ونار تلقش جوابتي محو أضيقي يلي آزر قال محو أضيقي أراقب مياد نعبتها أنت أدق عن آلهتي إلهيهي مياد نعبتها يا إبراهيم إبراهيم لي لم تنتهي هدادنا اليونان ويدو إسريبتون ويدو وذي إلهيه عيدة كدين ويدو لا أرجمنك بقحبان كودي لي أما لا أرجمنك وانكو أفلق عدين وهجرني إجتئ ثمليا مددني إجتئ ورقت إجتئ بوني. قال وحدي إبراهيم السلام عليك إن بتجلي تشاذها سلام في الدعاء أهل ماها سلام متارك علينا وأدي كنا بتجلي سو إنه مر كذت خمر مار وأنا بتجلي وأقول إيش لا وأنا بتجلي وين أبو وأدي كنا بتجلي سأستغفر الله وأكون غفران ذل بسبب يسبب جاي بان كذا غفران ذل إنه رب جاي كان وحوا هذا بي أنا كحفي يكي إن حريص بدن والله دي في أبو هذا يوم بلم الهوي هذا اللي قلنا هين بركة النبي لا يبرم أبيه إن بدن بيستفار دربي بركة دمنا بركة وعذات هاي إنه عدو لله تبرأ منه وسكبر يعني بركة استغفرته وغفر هذا بجري أبينا وحي أهل وعدها إياه بلن وقاد بيها بلن تي مركو وقادي إنه عدو يهو قال لما كل انتين وحوي وكبر إنه غير بركة استغفرته وحنكو على بري إن إله كصاهن ونيوي إلهي الدم بقى جهاد دافع قال له ما ده يكره إنه إلهي كصاهن ونيو يكبر يوين دم الله محمد عليه الصلاة والسلام هو يدي زيارة ذي أبيه مدينه كأصناعي هو يدي آمنة بنت وهاب بن عبد الناس بن الزهرة إنه زيارته داره بركة إنه ودعي والودي إنه ودعي والودي لكن هو زيارة كره ولا زيارة كره وين قال وفي النك وضيعها الراقب المياد نعي أنت أدق عن آلهتي إلهيها يا إبراهيم إبراهيم وعيدا من إلهيها دولة شيدة لي لم تنتهي هذا النهي يوناني دون شريبتو من لأرجمنك وانكو أفلق عدين إنو دي لما ربو إقفقوا بحولي هاي كعانت يدي أنكو قادنا إقفقوا بحولي بركة إنو دي لما لأرجمنك وانكو أفلق عدين عيبا كالد دالي إيو هجرني إغتك مليا مددار إغتك قال إبراهيم وحول السلام عليك النبت قال لي أبا دوش هذا آتو النبت قال لي أول أمانا وأكرت السلام متارك علينا سلام دعاء معه سأستغفر لك وأنك هذا قفران ضلب ربي أو إله صلاح نوني بانده إله دنبكي سناف ما ورنهاي إنه ألا كان وحاذي بأنك حفيا كي أن حريص بذنبه أهاذي أو إيه تروا أهاذي ملكة قال ذي يددك أنه عاسا لو قفران ضلب ماي لو أن الدعين ماي روحادو قال لما كنت islam ka awl kisii hore waa loo qufraa dalbi jiray dadka mushrikeenta waa laga nahayay nabiga waa loo diiday mushrikeen looma duceyn karaan leey waa atazilukum wa lidka dheeraan buu yiri idinka iyo ma tadcuuna waxad caabudaysan min duuni illahi illa ghayrka waad'uu rabbi rabbigay baan anigu caabudi asa alla akuna ilaana ahaanin ba mudan oo aan ku rajo qaba bi ducaa rabbi rabbigay ducaa shaqiya kii ku ayaan daran arug mar hada sidaa tihiin oo xaqii diideen idinkii waxaad cabdiisaa waa idin ka tagay buu idin la joogi maayo markii dabka lagu riday kadib inii daahibun ilaa rabbi waa ka yiri shaam iska aaday markii ilaahay sajahan ka qaba waxa weeye ducadiisa kuma ayaan dhaqay ilaahay wuu aqbalay isagu baan aan caabudi anuu waxaad cabdiisaa waa idin ka tagay ogow waa tazilukum waan idin ka dheeraan idinka iyo wama tacbiduuna waxaad cabdiisaa min duuni ilaahi illa ghayrka waad'u waxaan caabudi rabbi rabbigay asa allah kuuna inaana ahaanin ba mudnahay oo aan rajaynayaa bi ducaa rabbi rabbigay ducadiisa iyo cibaadadiisa shaqiiqi ku ayaan dar oo ilaahay wuu aqbalay marka dadko dhan isku lisaa salaay naga wada raba inaynu baadilka ka fogaano fala ma'tazalahum baku ka fogaaday oo ka tagay iyaga iyo wama yaacbiduuna waxay caabudayaan duuni ilaaha illa ghayrki wa habna wasina lahu ibraahim ishaaq iyo yaquuba wa kima laqad ko yaquuba naafila يعقوب وويلك ويلكيسي وكل الدمان إسحاق يا يعقوب يا إبراهيم به جعلنا وحنكية اللي نبي النبي وحنكية اللي كل جذوان نبي
وهبنا واسين لهم أنبياء صدح ليس ذا شيء من رحمة إلى رحمة يد حق هذا ينقيب كسيني وجعل لهم محنوية للسان الصدق تاريخ رنة ذكر لسانك هو ذكر رنة علي الأسر يو قيمة بدوي إلى يهدى النبي إبراهيم يويلشيس أم ظهورنا وحله مجره وحضر الحنوق ولا مجره يهود أنقوا أهب إليهن قال ذلك لا أنقوا أهب إليهن إنك هذا الكيد بده إلى يد واحد صدح الأسر قادم مجره marka markuu nabi ilaahi ibraahim oo shaam tagay ninkii boqorka ay shaam xukumeeyay aadadiisu waxay ahayd in ninka soo gabadhi la socoto haduu walaashi ahaayay ee haaskiisa tahay intuu ka qaato inuu maal muhaysto marka saalay ninka bad quruxsa wata saarra la socoto in adeerti ah oo haaskiisa uu wali isu dhaleen halay keenu yiri wuxuu yiri gabadhi ay wax walaalay in walaalay inuu nahay ogowgii wax adduunka muslimo alla u sujuuday inaga ba joognay walaalaynaa igu markay u tagtay uu damcayn u gacanta ku fidi waxba ku dhalay halka markaas uu siiray war jimbaadii keenteen iga kaxayri gabadhi haajiraahid oo reeq qibdina masaarida ahaydna uu siiyay markay u timid yey gabadhi waxay siisay ibraahim ibraahimna waligii ma dhalin gabadhi ba ibraahim waxay u wareysatay ismaaciil markaas ay gabadhan ka xanaaqdo masayrtay markay Ismaaciil dhashay waa ka nabigu kumaashi Kacbada soo dejiyay qisadii dheereed waa ka soo dejiyay halkaan 13 sano kadibna Ishaaq baa u dhashay markaas waxa loo sheegay Ishaaq inuu wiil sii dhali doono oo Ibraahim oo jooga oo Ishaaq wiil sii dhali doono Yaquub naafila sidaas ay ahayd falam i'tazalahum markuu ka dheeraaday iyagii wama yahbiduna waxay caabudayeen ومن دون الله ألا غيرك وهبنا له حاسين إسحاق إيو يعقوب وكل دمانتو جعلنا وحانكي لي كل قد بالنبي وهبنا لهم واسين من رحمتنا رحمة يدي أو أنبياء الرسول بالغدق وجعلنا لهم حانوية للسان الصدق ذيكه دبعة أرهنه وناسن علي الأول بسرعي واذكر بل عندنا كشهد في الكتاب كتاب القرآن كموسى موسى كشهد إنه موسى كان وهو مخلصا كيل بدحتري وفعيلك على الله بدحتري عبادة عليه مخلصا ولا أغنى إذا قام مخلصا عبادة دي سبدحتري واسم فاعل مخلصا بهذا إلوت على ما يشان مخلصا كيل صافي يلوي وعلى دورتين وكان وحورها موسى رسول رسول نبي نولي بالنبي رسول نبي يقول العزم يقول كثر سنة لكن نبي لا موسى دوانك هي بنو إسرائيل ee halka ka dhashay ee qisadii soo martay ee muxuu qoladii reebar Israa'il ka soo xuray qibliyeynta weeyo qisadiisu way dheer tahay midii wakii uu jiray markii dambe ka soo noqday wad ku xusbil kitaab kitaabka Muusa Muusa ku xus Muusa bin Imran innahu Muusa kaana waxa mukhlasan kula badhax tiray oo Alla saafi yeelay wa kaana wuxuu ahaa rasuulan rasuul nabiyyan wa nabi adduha waradayna waan u dhawaaqnay bu allee min janibo toore burti toore siina dhinacaali yaa lugu dhawaaqday al ayamini midigta marka burti midigay bidix ma kala lahay isaga muusa midigtiisa yaa looga dhawaaqay wa qarrabna waan dhawayna najiyan anaga la faqayna oo wax yimee kalaam toos u alla la hadlay nabi ilaahay muuse waabna waasina lahu muusa bi rahmatina rahmat dayada darteed أنه إساقت شعال له أنه حرسي أخاه ولالكي هارون يا هارون النبي والنبي نبي الله موسى وكي مدين تقي وكي نكي قبضه وكبور سدي طبان سنة أرى عيي وحقي أليه وحبال السوسي حاسكي سينا ووطا إساقه مركز سينا السعودة يادبع ماله وموضي وضادين وحير ويكير حبابه قبو نبو شري لبدا بقران كان كفا ميناي marka shuru bal daba inuu ku deersano warbaan meesha inuu uga keenay ama daba inuu ku deersanay si jooga markaas uu arkay geed qoyan oo naari dab ka dhex kacay oo ulul ka dhex kacay ayaa Muusa inni an Allah baa leeyay markaa waa marka loo dhawaaqay waa marka la tababaray wax walba lagu soo tababaray marka uu Kacba leeyay Fir'aawn walaalkii Haaruna Allah ayuu walaalkii Haarun uu iga fasaxsan yahay uu iga hadli og yahay Allah ayuu igu caawiyay عدد baa looga dhigay xog wasiir baa looga dhigay nabi baa looga dhigay waa ninka walaalkii ugu nasaaxa badan Muuse walaalkii Haaruun uu ilaahay nabi ka dhigay waana laga yeelay weey walaadeenaa waa u dhawaa meeshan walaadeenaa Allah dhawaaqayaa
قال لهم المعتزلة وحينا قال بابا هذا كريدين سيدي سبع كلامه حروف يصوت من لما لبينين مركا النبي محمد بيا سوقار سيئي فحال النبي محمد سوقار سيئي ملك جبريل بقى الله فهم سيئي ملك جبريل بقى الله فهم سيئي مركا ترجمات الملك جبريل وإيه بينين قال بابا هذا كريدين مركا إن له أغرية علم كلامك وحن عقيدة اللي يقين علم كلامك وحن لديه كري موضوع تعليمه هي لما خلق هذا يعني لديه كري ومسألة عجيبة وي كتاب حن حصوصنا أنا وياري يرى تدوين لحنا كي كتاب بان له أغريه جوار التوحيد لينا وحا كتابك كميدة فهل له إدراك أولا خلف وعند قوم فيه إلى درين مليئة مصمالي وحا لقوم رسيها درين أولا قبوك إيا كلايلك إيا للاك إيا كوكا لقرس مليئة مصمالي وليها مالي قريوه إسكتشوك لأن هذا مقالة إنا لتشوك لو رنبع نوحينا يا يدي هون نبو ديجر الله هون من إسكبت دين نبو دماشا ilaahay xaqdi bin gurida sidi baan kaga tagay maashi sida lafteed baan kaga marka waxa ay mu'tadiiloodu alla maba hadli kareen sidii saba sawdii xurumada waa tarjumo waxan la ino keen quraan ba ma waradaynaa ba maashi lale waanu dhawaaqnay inni ana allah balay innaka bil wadi al muqaddas tuwa allah ba sida ku jira waradaynaa waan u dhawaaqnay min janibi tuuri buurti duur siina ahay dhinaceeda al ayman ee midigta ah wa midigtii muuse buurtu midigii bidix ma kala leh wa qarrabnaa huwa nu dhaweyna najiyan anagoo la faqayna wa kalaamkii uu allah nabi muuse si toos ah u la hadlay wa kallam allahu muusa takleema wa kalaam kala dhaweyay wa habna wan siina lahu muuse min rahmatina rahmat yada akhaahu walaalkii haaruna ahaba siinay oo wasiir uga dhig nabiyin xaalu nabiyi haarun wadhkur hus fil kitaab kitaabka ismaaciila ku hus إنه إسماعيل كان وحوها صادق الوعد بل أنتي سكيد نبأ هيدو كره من شري وكان وحوها رسول الرسول نبيا أو نبيا وكان وحوها إسماعيل يأمر كيام رأله ودد كيس وأمدي سه بالصلاة الصلاة والزكاة وكان وحوها عند ربه ربي قال كيس مرضيا كل كرادي نبي الله إسماعيل قبل هاجراه يادا شيء وكي نبي الله إبراهيم كان كعبد ميسان هذا زمزم كميسان وكد الله عدون وكميسان سوري كعبد مركات شوكتو أدين عن كلوه ريكته ياد حجر إبراهيم بقى ليلة مركا وحوغي فاشنه وحوغي بيو قتري وكتك واكا دعيي إله عروت إذا ميسان كتك وكاد مقاش إبراهيم من إلهي بعد ما قتك هابو يلي ويسكسعلي ميلفك تقول دعيي abaab markay meeshii joogto oo cilaa ya wiilkii oo gaajaysan oo aadu oo manbay aragtay way ka caday meesha safiya marwa yey marna safafu sha marna marufu sha meel dhexdooda toogahayna hadda waa isku sameeyay way ordi markay tooga ku soo dhaadhacdo toddoba goor markay marsay adigu malku jibriil baa u yimid oo wiilku meesha lugaha ku hayay yuu baad ka saaray markaa biyaha ka soo barqaday markaa biyihii bay oodon yeyna ka kala tagantay waa ku nabi gulaha allahu naxariiste allahu naxariisay haday deyn lahayd bad socotay noqon lahayd meeshii iyadu iska dagan ya qol reejidhum oo xaqan iyo jaban ka tagtay ila arabta asalkeedu al arabul arabiy al arabul mustaaraba balay al arabul arabiy waa yaman al arabul mustaaraba waa arabtan ismaaciil lafdiga arabna waa saxra ilaha way marka cid ka soo meesha dagta araba yuu yimaadeen waxay arkeen sahankoodi ba arkay haadiyo meeshii kula laysa biyihi ba arkeen gabadhii uu nabiyaan ma kula cabna أني قاعد حكومي لكن إلى عبد الساس وكل شيء ترجعهم تعلو كذا جوس ذي قل الله صل رسوله النبي وهاوي وذكر حس في الكتاب كتاب كإسماعيل كحس إنه إسماعيل كان وحوها صادق الوعد بل أنت سمي نبتها أو رنتها أو بل أنت وحكمت وأبيه لجل مركي ولا جورع لين وأن كل صبر آبه وبل أنت وفيه وكان وحوها الرسول الرسول نبيا والنبي وكان وحوها إسماعيل يأمرك يا أمر أهله دد كيسة خير كيسة كلية معها تذكر رسولك بالصلاة والزكاة وكان وحوها عند ربه ربك أكتيسة مرضيا كل مرضية ملك عربة الإسماعيلية العرب المستعربة بالين وعربتي عربة أدين إذ كسو جزيرة العرب دكتا لفظك العرب والصحراء إلى هوين وعرب وين مركا مركا العرب العربة عربتي هراء الرسم قاهم وعربة يمن أدوي زي بني قحضان ويان واذكر حس في الكتاب كتابك إدريس وحس إنه إدريس كان وحوها صديقا خمين بدن النبيا أو النبيا
ورفعنا وان أكر يلي مكان المكان عليا أصره يان أكر يلي إدريس إدريس وحوها نبي الله نوح ووجي صلوات بوها نوح بنو لمت بنو متو شلح بنو أخنوخ أخنوخات وهو إدريس وي نبي بوها أول من خد بالقلم قال من كقر إدريس بأوه الرئي درك الله طلع شارتك يوحان إدريس بأوه الرئي جعلتي سنة كشق يسنشري مركز أنت نوح يا آدم قل حيثي شرك مجرين دمك لو جري شرك مجرين أول رسول أرسل إلى الشرك والنبي الله نوح أنقادنا واذكر حس في الكتاب كتابك إدريس كحس إنه إدريس كان وحوها صديقا فرمين بضانه نبيا أو نبيا ورفعنا هو أن قرية لمكان المكان عليا أو صراء وحي أبضانتها خلاف بدما كتشوه قوال قرية إليه نبي بي ملك بي صاحبينه أي إسأل كتيري ملك مود إيو إرقيه سيو ونئي الدلين أو وقت قيق أدام بايه وحي أبتغين ملك مود وحيدين كان صاحب كيه وحكوليه هاي هاي الدلين دربا مركزوني نفكا سوال الدلين أدوك ميشا كورا مركو تغي سمد أفراد وكالي هل كاسو كردين تيبالي وقرية لدي تاوبا أغفي عن وذاتك واحبادا بيشيغا هل كاو الله قرية لي هل كاسا لقي نبي قال بيك إسريه سمد أفراد بكسي مر إدريس مرحبا بالأخصال ورفعناه مكانا عليا أولئك كوا أنبياده فراها بدا الذين كوا يأنعم الله ألا ونعمي عليهم تشهد ونعم الرسول لمي النبي نمسي ومن النبيين أنبياده أنبياده سوى من ذرية آدم آدم تران كيسيا سيدة إدريس وكالي وممن من ذرية من دد تران كوضا حملنا عن حنباري مع نوح النوح معيسى عن حنباري سيدة دا إبراهيم يا أنبياده سوى كالي iyo mid dhuriyati ibraahim ibraahim dhuriyadiisa sida muusa iyo nabiga ilaah muhammad iyo sidaas oo kale iyo wa israa'iila israa'iil dhuriyadiisa waa yaqoob iyo wamiman dad hadayna aan hanuuninay wajtabayna aan dooranay oo xaq waafajinay idaa tutla markay lagu dul aqriyo alehim dushooda ayatul rahmani allah rahmani ayadiisa kharru way dhici sujudan iyagoo sujuuta wabukiyan ooyay qolada faraha badan ee anbiyaadii la sheekeyay iyo tarankoodii iyo anbiyaadii oo dhan waa dad barakeysan oo Alle u nicmeeyo khayr siiyay oo xaq iyagu waafajiyay dadkana ducadu noqday way Ibraahim leen imaam hoggaamiye abuu aha Ilaahu hoggaamiye iga dhigbuu marka dadka noocaas ah iyo dadkii ka dambeeyay ee ka tarmay dad la hanuuniyay baa jira oo la doortay hadii quraanka iyo aayadaha raxmaana lagu dul aayadaha raxmaana lagu dul aqriyo way dhacayaa way ooyaan marka oohinta daran sujuud dad badan baa laga helay dadku in dad badani ooyaan way adag tahay way in dad badani ooyaan laakiin sujuuddu day waa la sujuuda aayadanuna aayadaha sujuuday kamid tahay waa ila 14 meelaha aayatu sajda mid baa isku khilaafsan yahay suuratul hajj mid dad dambe waa isku khilaafsan waa 14 kale walaayka kuwaasi الذين كوا ينعم الله ألا أنعمي عليهم دشوار ومن النبيين أنبيادية ورسول إيا النبي ميدان لقد قال إلي وان نعمة كواسو من ذرية آدم آدم دريدي سيد إدريس وكالي ومن من دد ومن ذرية من دد دريدي حملنا مع نوح أن دونت كل حباري ومن ذرية إبراهيم إبراهيم دريدي سا إيا وإسرائيل إسرائيل دريدي سا يعقوب ومن من دد بي كمدهين دد كا wana galoosha ma yahdeena aan hanuuninay wajabeena aan tooranay ida tutla alayhi markay lagu dul aqriyo ayatu rahmani allah rahmani ayrihisa kharru way dhici sujudan iyo sujuudsan wabukiyo waliba ooyay fa khalafa waxa ka dambeeyay min badhim dadka dabadood sida allah uga baqa khalafun hadadi adaa'u salata saladi dayacay watabu shahawati siday jiclaayna iska raacay فسوف يلقون وحي لكل مدونان غيا شربا لكل مدونان اقاب لكل مدونان غيا قل يا ايدي وواديكو يا لجهنما مركا واحد كود ديسا غيا شر اعقاب لكل مدونان إلا من قسمه يتاب توبك هنا وآمن رميي وعمل عمل فليسالحا عمل وناسا فأولئك كواس يدخلون وحي قليا الجنة جنذي قليا ولا يظلمون الله ظلمين ماي شيئا وحيات بلغ ظلمين ماي خيرات أيليه لديه ماي dambe ay ilaahay na dusha laga saari maayo Allah wuxuu leeyahay anbiyaada hore iyo dadka la doosay waxa ka dambeeyay kuwa salaadii dayacay salaada dayacadeeda waxa qoliyay ilaahay waa in laga tago dayacadeedu waa in laga tago marka salaada qofki ka taga magaalba ma samaha
أحمد بن حنبل يدد فربذني وقال بينهني إمام الشافعي مرنا وقال بود مرنا قال ما هب مر كائن قال نمدود وحلقوا فسلا النبي قايلي بين الإيمان والشرك الصلاة صلاة داود حيسا قال نمدا صلاة دمك عليك عدو روح كتكم وسلا سوكله مر كإمام الشافعي سو حليه قال ما محب مر كور كسوق قالي نبو كل الدولة محب كسوق قالي لا إله إلا الله كسوق هذا لو كرسيه أقول قال كيا نندب أبوه لا نقدر marka culimadu waxay u badan tahay gaalnimada qofka salaada ka tagay laakiin la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah maysan gaalnimadiisu waa amal bay u badan tahay laakiin ahad muhammad waa gaal rasmi u leeyahay fa khalafa waxa ka dambeeyay min badhim dawas taariku salaadka haday isagu saama taariku salaadku inta la soo qabtan ba tooba keen la dhigi du diidana waa la dili taariku salaadka inaga wax ino diilama hayn fa khalafa waxa ka dambeeyay min badhim ku waa dabadood khalafun hadaadi أضاعوا الصلاة صلاة دي ضيعي مركا وحبيب بضلت هاي صلاة دي بي ضيعان تها أوقات دي بي كدب في دينه وشروط دي أركان تها دي ضيعان صلاة دي هدي دونان هاتو كدينه وحي كل ضيعان قيمه بي كقاده صلاة دي بي ضيعان واتبعوا الشهوات شهوات كي سيدس علاية بي رعانا وحالين آخر الزمان وحصابح دون قوم يتهارجون كتهارج الحمار سيدا حويان كي يدماروه يصف أولان وان حسود كتير با إيمان دونالي هذا ويشوف تأجوج أدونك في الحاضر والبنات هاي ولما فسوف يلقون ويلقوا المدونان غيا شر عقاب لكل مدونان إلا من طاب أفك توبة كن ميان وآمن فميه وعمل عمل فلا صالح عن علم العفن وشركي بالعمل لهين فأولئك كواس يدخلون وحيجليا الجنة تجندي بجليا ولا يظلمون الله جذل مما هي شيء عشان الله جذل مما هوا يراته wa khayruhu ilayhi lo diidi may wa sharayna lahayna dusha laga saad mahay jannati adn bay galaya halka hore laga bedel yadkhuluna aljann jannati adn nagaadiga jannadiisi bay gali allati jannati wa'ada arrahmanu allah arrahmani u balan qaaday ibaduhu adoomihiisa bil ghaibi yado kama qanayno ogeyn ba oo inta iyagu rumeyeen yalla u balan qaaday jannadu inay ogeyn ba waxay taayba ogeyn tahay rumeyeen innahu alla kana wuxuu ahaaday وعده بلنتي سماتيا كل ليمات واسم فعل ماتوي بوهاي ماتيا كل ليمات دون جنات أي قال يعني ضد كاتايبين تاه عمل كود صالح يعني وجنات عدن جنات النجادي وندبت بالوجو لا يقول عنها حولا ما يلقوا رجع ما يان وجنات الله أوب الله قاضي أدميه سه مكان يلو كم مكان إنت فما يب أوب الله قاضي جنات عدن بيقول الله في جنات وعد الرحمن الله الرحمن أوب الله قادر عباده أدميس بالغيب المغني أوب الله قادر يجون أري يوشان إنه الله كان وحده وعده بالقاتي سماتيا كيل ليمان لا يسمعون من مغليان فيها جنازة لحد لغوا قول بلا شهوحون من مغليان إلى سلاما إلا لكن يسمعون سلاما هذا القرح سمي مغلي سلاما يعني نبت قليون هذا القرح سنور نكسو قال بركي السلام عليكم malaayikti wa salaam iyagii ba isa salaam waxan khayrahay ba jannada laga maqlimaay wax hadal fiin ba laga maqlimaay qayye marka adduunka marka dayna jannadu laqwi lahayn adduunka laqwiga iska daa adduunka laqwiga iska daa si aad meesha uga qayb gashay way la yasmacuuna ma maqlayaan fiha jannada dhexdeeda laqwa hadal bilaasha ya hadal xulmidna ma maqlayaan illa laakin yasmacuuna salaaman bay maqli hadal quruxsan walaw waxa uu sugnaaday fiisqihum fiisqigooda fiha jannada dhexdeeda بكرة أروتي إيو وعشيا قلبتي جنده دمية مالين يهبين لها مالين يهبين ملالي لكن وحيابا أي أوقات كوكا لقرتان ونوره على مدعه إليهم بالي مركا وحي عنايا عشر يقرع ديوي وحري عنايا وعشر يقرع دي في هذه مدينة هدي دونه وعنايا العدو دي دي ميس لكن عشر يقرع دي بالي نوش أي إني ميس كليهم عشر يقرع دي وضدكم موضة يقانا ضدك الراح يسوم بعشر يقرع دي يقانا ضدك إسكباهاني inina ashihiin ba laga yaaba inaan quraa helin ba laga yaaba oo marmar ay marjlaacdo ay noqoto Allah wuxuu leeyahay Allah yasmuuna fiha laqwan illa salaama walahum hawsuunaaday riisum fiisku goodi fiha jannada dabugratan arooti waxii galabti tilka taa qiimaha alehe la tilmaamay aljannatu jannati wayn allati jannati nurisu aan dhalsiineyno min ibadina adoomadeed iyo xaqooda man ahad kaana taqiya ku alla ka baq jannada dhal waxa u leh waxa dhaxal loogu bixiyay waxa li dadko dhangaalada bilmata jannada guriyay ku leeyihiin
markii day naarta ay galan waa laga dhaxlay qoladana lagu wareejin oo laga dhaxlay waxa weeye mid kale dhaxalka waxan qiibe waxan yaacni aad soo gadan inba dhaxalayna ee sida kale uu ku soo galay dadkaas aad dhaxli baalay taqiidinta dad taqwaake weelu masjidka de dadka masjidka yimaada dadka banaanka jooga ee masjidka imanayn waxba ka heli mahaya kuma laha jannada tilka taa qiimaha badan leh al jannatu ay jannada allati tii weey nuurisu aanu dhaxalsiineyno min cibaadina adoomada iyada xaqooda man kaana taqiyo qofkii tilka noqday kuma na tanazalo malaku jibriil wuxuu ila ma soo dagno ila bi amr rabbika rabbika amarkiisu allah amar nasiye mooyey law allah waxa uu sugnaday ma bayna aydina wa hortayada wama khalfana wa xaqadaa shayada wama bayna dalika inta inta u dhaxaysa wama kaana rabbuka rabbigaana ma nasiye ku iloobin ma aha ulumay ilo malaku jibriil bu nabigu ku yiri ziyarada aad soo ziyaranayso baad inta nooga badi ziyarada nagu soo badisi markaas uu diiday markii nala afruun baa soo dagnay khiyaarkii uu ba soo dagnay tafasiir badan bay ka bixiyeen midaynu ka dooranayno ilaa ma bayna aydina oo waqtigan hadda aan joognaa iyo waa khalfana wixii gadaashayada oo aan ka nimid iyo bayna dalka wuxuu dhaxay adduunyada hadda aan joogno iyo qaybtii hore ee na dhaafsay iyo inta u dhaxaysa saasi yaa u fiican laakiin qoliyaa yiri ma bayna aydina adduunyada aan hadda joogno waa khalfana iyo aakhira wa bayna dalka iyo nafqatayki inta labada nafq u dhaxaysay sidan hore aan iskaga deysano wamaan ugmalku yiri malaku nabiyulahi maxamed malaku jiri ma siyaarada noo badisid yuri dawakan ilaahi baana amray ma naga khiyaar leh wama na tanazalu ma soo dagno ila bi amr rabbika rabbika amarkiisa mooyey law allah waxa uu sugnaa ma bayna aydina waxan hortayada ah oo hadda waqtigan aan joogna wama bayna dalika law waxa uu sugnaa ma bayna aydina iyo wama khalfana waxa naga dambeeya iyo bayna dalika inta u dhaxaysa waxa hortayada adduunka ah iyo wixii aanu ka nimid iyo hadda waqtigan aan joogno inta u dhaxaysa intaas way marka markii naxwada nolo akhri jiray marka ficilka loo qaybiyo maadi iyo amar iyo mudari ayadana lagu misaalin jiray maadi wax tagay mudari wax mustaqbalaha soo socda iyo amar oo dalba waqtiga joog wada kaana rabbuka rabbiga ma nasiin ku ilowsan rabbus samaawaati way rabbiga aan ku ilowsanayni huwa rabbus samaawaad way wa sabada rabbigaadi samooyinka iyo wal ardi dhulka iyo bayna wa inta u dhaxaysa samada ardada wuxuu dhaxayay fa'abudu aabid ka aabid waxba cid kale danaha ka galin wastabir ku sabir li'ibadati alla ibadatiisa ku sabir oo adkayso sabirku waxa weeye asabru fil bala asabru an al ma'siyah asabru ala ta'a intaba waa la rabaa inta sabir la rabaa rabbigaas aan ku iloobaynin ee ku maamulayay rabbu subhanahu samooyinka rabbigoodii way iyo wal ardu ardi waa bayna ma inta u dhaxaysa fa'abudu caabidka wax kale dadka u sheegin wasabil adkayso oo sabir cibaadisi cibaadadiisa hal taclamo miyaad u ogtahay lawa la samiyo wax shabiihe oo shabaah miyaad ogtahay wax magaca allah la ilaah wax la miyaad ogtahay wax cibaado muti miyaad ogtahay wax shabaah miyaad ogtahay hal taclamo ma u ogtahay lawa la samiyan wax shabaah may allah subhanahu wa ta'ala